من جديد اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، لسه مكملين مع العرض المسرحي المتفائل. خلوني ارحب بالضم لينا المخرج اسلام امام. اهلا بحضرتك والف مبروك على العرض. انا يعني بجد بحييك، وعايزه اسالك، يمكن سالت استاذ سامح في الفاصل اللي فات انه اعداد او العمل على الفكره خدت 9 شهور، اشتغلته ازاي واشمعنى نص المتفائل؟ يعني انت كانت نظرتك ليه ايه؟ هو نص جديد ما اتعملش قبل كده بالتالي خالص، كنت بتبص على ايه؟ بتشتغل على ايه في النص ده؟ هي القصه نفسها بتاعت فولتير، كاتب فرنسي طبعا، هو فيلسوف واديب فرنسي كبير جدا طبعا، عنوانها التفاؤل، يعني ده اسم. وهي بتحكي عن شاب طيب جدا ساذج، شايف ان الحياه كلها حلوه، عبر بعض التعليمات اللي قالها له المعلم بتاعه المدرس بتاعه، لكن لما خرج يواجه الحياة فاكتشف ان الحياة كلها صعوبات، ولكن اللي هو خده من المعلم ده انه افضل متفائل رغم كل هذه الصعوبات، فالتفاؤل اللي يوصله انه دايما اللي جاي احلى واللي جاي افضل. ده في حد ذاته انا شفت ان احنا محتاجين الحالة دي جدا في حياتنا الفترة دي، وانه كلنا محتاجين نتفائل باللي جاي، ومحتاجين نشتغل جدا، وان الحياه صعبه، صعبه خلاص، ده موضوع مسلم بيه، محدش بيقول ان الحياه سهله، الحياه كلها صعوبات، ولكن على قد ما انت هتفضل مصمم على الحلم بتاعك هتقدر بانك توصل له، وانت متفائل ان انا هوصل له. خفتوش تربطه بين فكرة التفاؤل والكاركتر أو الشخص اللي ممكن يكون ساذج شوية؟ يعني أنا عارفة أنه ممكن يكون في النص الأصلي في الفكرة دي، وأنه هو كان عايز يوصل نقطة أنه لازم تبقى على الأرض شوية، ما ينفعش تبقى ماشي متفائل إكستريم أو لأقصى مدى أو متشائم لأقصى مدى، لازم نكون واقعيين. ولكن فكرة أن أنا أربط أنه شخص يكون ساذج أو طيب زيادة عن اللزوم بالمتفائل، مش تخوف القاعد المتلقي؟ ما حسيتش؟ هو بيطلع من المكان اللي تربى فيه وهو ساذج، لان هو كل هو ما شافش حاجه تاني، هو يعني كان عايش جوه قصر، وهم مفهمينه انه كل حاجه بره القصر ده جميله جدا، كن مثالي، فبيطلع بيكتشف انه ده مش موجود، وانه الحياه مش كده خالص. مناسب قوي اعتقد النص ده للناس لسه متخرجه من الجامعه او لسه متخرجه من المدرسه، انه بيكونوا عايشين في زي فقاعه كده بابل، ودي يخرجوا يلاقوا الدنيا اصعب شويه. بس انا عايزه اسالك، كاركتر الساذج او الشخص الطيب زياده من اكتر ومن اروع الاشخاص اللي عملتهم، يعني بتقولي حضرتك من احسن الناس او عملت كل اشكاله، الطيب يعني الطيب زياده اللي بيضحك جدا او اللي عنده سنه خبز او اللي عنده كانديد مختلف ازاي؟ هو مبدئيا وجهة نظري ان الكوميديان لازم يبقى طيب، مفيش كوميديان مش طيب، لازم يبقى طيب، حتى لو هو عامل نفسه شرير فهو طيب. من بداية الكوميديا كانت كده وجهة نظري، يعني لازم يبقى فيه ما بيني وما بين الجمهور هو عارف ان انا طيب اصلا، فالشخصية لما تبقى طيبة ينفع تلعبي بقى جوه الشخصية أي حاجة براحتك. إحنا المسرحية عندنا بس ده طيب مختلف تماما، هو عندنا هو على نياته، هو صادق أكتر منه طيب، كمان هو صادق، هو مصدق جدا كل تعليم المدرس اللي قالها له، قال له كل خطوة هتمشيها فيها جمال وروعة، فبيمشي يلاقي حرب فيقول لي طب ليه يبقى في حرب، ما احنا السلام حاجة كويسة، فيبتدوا يقولوا لا اعمل، لازم تبقى يجندوه في الحرب، فيقول لا انا مش عايز، ويسيبهم ويهرب، فاذا هو عارف ان ده غلط لذلك هو هرب منهم، فدايما هو سلاحه ان التفاؤل، لكن هو بيعمل ده هو عارف ان هم اللي غلط مش هو الغلط، دايما هو عارف ان هو مؤمن ان هو صح، لان التعليم دي مسلم بيها، دي مبادئ مسلم بيها، وهو على يقين كمان، هو المسرحية كذا حد كمان قال لي فيها لمحة صوفية، يعني اللي هو لأنه بيجي في حتة بيقول أنا عندي يقين، وفي الآخر يعني ده اليقين مكمل معاه رغم كل اللي شافه في الرحلة، يعني أنه في الآخر النص هو بيور جدا، نقي جدا،
وصادق ومؤمن ان بالعمل والتفاؤل هيوصل للهدف بتاعه. حتى ده اللي كان اسلام عامله في الاخر في الفينال، يقول مش مشكله انا سلاحي هو التفاؤل ان انا هوصل للهدف، مش مشكله اوصل للهدف امتى، علشان الناس اللي ممكن ييأسوا ان الهدف بتاعهم طول شويه عقبال ما يوصلوا له، لكن هيوصلوا له. قد ايه انت شخص متفائل اصلا في الحياه؟ لا جدا جدا. تفاؤلوا بالخير تجدوه، انا ده مبدئي يعني. لا انا متفائل دائما. واقعي اكتر ولا متفائل؟ لا في متفائل المطلق. لان لا متفائل، مش عايز ابقى واقعي. لا والله. لا متفائل. انا عايز اسالك يا استاذ اسلام، في ناس يقولوا انه تعريب نص ممكن ياخد منه، هل ده حقيقي؟ يعني هل ده حصل مع كانديد او مع المتفائل؟ بس مش كتير، ممكن يكونوا قروا النص الاصلي لفولتير، ولكن التعريب بياخد من النص. بصي انا اكتر حاجه بسطاني في المسرحيه ان احنا بنعمل حاجه لفولتير وعلى المسرح القومي، وعند الجمهور من الاطفال قاعد مستمتع. ده حقيقي. يعني العائله المصريه قاعده بتتفرج على فولتير في المسرح القومي، الاطفال قاعده تتفرج على فولتير في المسرح القومي، ده تارجت بالنسبه لنا احنا حاجه خرافيه، حدث حاجة عظيمة. يعني حدث اول مره اعتقد، يعني اول مره يبقى موجود في المسرح القومي اللي هو عندهم خلفيه المسرح القومي. انا تخيلت ان انا هاجي الاقي حاجه فيها جمل لغه عربيه، انا كنت بقول كده يعني انا جايه بقى وقري وقلت بقى الاقي. فمن اول ما انا بدات اصيغ النص المسرحي عن الروايه بتاعت فولتير، كنت متعمد ان انا اخلي اللغه بسيطة بتاعتنا ونحسها، وما نحسش ان احنا نتفرج على مسرحية اجنبي او احداث ما تخصناش، وخاصة ان التيمة كلها انسانية جدا، مش ليها علاقة ببلد. لا لا، عالمية. بالظبط، عالمية، حاجة انسانية تخص كل الناس. فده كان، كنت متعمد انه ازاي المصري، الام المصرية والطفل المصري يخشوا يتفرجوا على المسرحية دي وهم مبسوطين. ازاي دخلتوا في افيهات كتيره بتاعت كوميكس قريبه من الناس جدا؟ يعني هتلاقي دايما الشباب هم اللي ها في حاجات بتاعت كوميكس على فيسبوك على تويتر، ازاي دخلتوها في هذا السياق بهذا الشكل؟ يعني هو ده جزء من اللي انا كنت لسه بتكلم فيه، ان هو بكتب بلغه تحس انه ده انا دلوقتي، ممكن يكون هم لابسين لبس تاريخي لكن لا ده هم بيتكلموا بلغه زينا، زي ما انا بتكلم زينا. وده كان هدفنا على فكره، ان احنا عايزين ندخل نعمل في المسرح القومي، ندخل المسرح القومي جمهور جديد كمان، مش الجمهور اللي هو المعتاد عليه المسرح القومي، لا عايزين نزود جمهور. الجمهور اللي معتاد عليه المسرح القومي دول فوق راسنا، وعايزين نزود اكتر بقى الشباب، الجامعات والشباب المدارس والعائلات. كم سعاده لا تتخيلها. بحس جمهور كبير قوي من جمهورك استاذ سامح من الاطفال. هي لان انا اشتغلت سنين طويله قوي في المسلسلات والفيديو، فالمسلسلات بتدخل البيوت، فهم بقى في جسر ثقه ما بيني وما بين الجمهور، ان سامح بيقدم لنا حاجه قيمة ومحترمة فيها ضحك الكل يشوفها. طيب لما ايه ده هو بيعمل مسرحية، طب ما تيجي نروح المسرحية دي. لازم ما اخذلهمش ان الاسرة لما تيجي تتفرج اكيد هسيب لهم ذكرى للاطفال دول لما يكبروا، يا ده احنا كنا بنروح مع بعض مسرح فسحة، مسرح فسحة كمان، يعني مسرح خروج. وده ذكاء من المخرج والمعد، ان هو لو سامح، لو سامح ده سين، هو بيعمل اعداد وعارف ان سين هو اللي هيلعب الدور، طب لو صاد او عين او ميم اكيد هيعمل اعداد يناسب برضو ده. لكن كان الهدف من البدايه ان احنا عايزين الجمهور زي ما حضرتك شفتي يبقى مالي المسرح فوق وتحت الثلاث ادوار، يبقى ماليهم ومستمتع. عايز اسالك يا استاذ اسلام، العمل واعداد ان انت تشتغل على نص جديد فروم سكراتش زي ما بيقولوا او من ما فيش، مش عايزه اقول اسهل، ولكن انت ده يعني الى اي مدى ممتع، ولا ان انت تاخد نص عادي تشتغل عليه او تاخده تنفذه؟ انت ايه الفرق؟ تشتغل على ايه هنا؟ لا هو لما بتبقى يعني
هو صعب يعني لما بتبقى فكرة بتاعتي أنا لوحدي وشغال عليها أعتقد الموضوع بيبقى أسهل شوية. فعلا. لأن أنت لما بتيجي تشتغلي على رواية عالمية أو قصة عالمية بيبقى عندك مخاوف من أن أنت تقصي في الـ في الـ في الـ يعني يعني يبقى الـ أولا الرواية معروفة جدا فسهل أنه مجموعة من المتخصصين والنقاد والصحفيين يقولوا لأ أنت أغفلت الجزء ده الجزء ده كان مهم كان ممكن يتقال منه فبتبقى في منتهى الحظر وأنا شغال يعني لو الفكرة بتاعتنا تمام أنا الوحيد اللي عايفها يعني فبكتب اللي أنا عايزه فبقعد أعيد كتابة كذا مرة لو أنا زي فولتير في الرواية دي المصحيات المتفائل فقعدت كتابة لدرجة أنه هم نفسهم يعني أنا قعدت كتبت مع نفسي كذا مرة وبعد كده الأبطال العمل خدوا بقى مني كذا نسخة يعني كل أسبوعين ياخدوا نسخة كل شوية أقول له أسلم أنا عايز نسخة بقى أنا عايز نسخة بقى يعني يقول لي لا أصل أنا في حتة غيرتها أصل أنا في حتة مش عارف لأنه هو متخوف لا هو إسلام اللي اختارها هو قال لي لما زي ما قلت لحضرتك كده جه في يوم قال لي خلاص أنا لقيت المسرحية بس هتبقى مرهقة جدا قلت له يلا بينا نتوكل على الله فقال لي بقى كانديد أو المتفائل يعني وقد كان يعني الحمد لله رب العالمين. هل في نص تاني عينك عليه نص بثقل يعني او زي المتفائل نص؟ والله بص هو في يعني دايما بيبقى في يعني مجموعه حاجات مجموعه نصوص ولكن احنا يعني زي ما بقول لك اللحظه اللي احنا بنبدا فيها زي ما حصل هنا ان احنا مثلا في احلامنا ان احنا نعمل كذا حاجه ولكن اول لما اللحظه بدات ان احنا نبتدي ففجاه اخترت حاجه ما كانتش محطوطة بس اكيد عينك على حاجة دلوقتي والله بص انا يعني نفسي اعمل كذا حاجة يعني نفسي اعمل حاجات كتير يعني من الحاجات اللي حمستني في كانديد او التفاؤل اللي هي مسرحية المتفائل بتاعتنا انها قصة عالمية جدا اتعملت في العالم كله مسرحيات وافلام وما اتعملتش في مصر فده من الحاجات اللي حمستني انه نبقى احنا اول ناس بتعمل ده في مصر فعندنا بقى يعني مجموعة حاجات كده ما اتعملتش قبل كده ان شاء الله يعني نحاول نقدم دايما للجمهور المصري والمصري حاجات ما تقدمتش يعني قبل كده نجاح لنجاح وبشكرك شكرا جزيلا مخرج العمل اسلام امام استاذ سامح يفضل قاعد بعيدنا طبعا انا بشكرك وببارك لك الف شكرا مبروك فصل قصير مشاهدينا الكرام شكرا.